الجديد. التعامل بوضوح، سلوك يبدو أن وزارة العدل السعودية تحاول نشره في المجتمع، وذلك بعد إطلاقها خدمة التعرف على الشخص قبل التعامل معه في مجال المعاملات المالية كتقديم سلف أو كفالة أو تأجير شخص. وتعتمد الخدمة على طلب رقم هوية أو إقامة الشخص الغير معروف الذي سيصله رمز تأكيدي عبر رسالة على هاتفه المسجل، وبعد إدخال الرمز في الموقع يمكن للطرف الثاني الاطلاع على تفاصيل الحالة القضائية له أو أي قرارات صادرة بحقه. ورغم أن هذه الخدمة أطلقت منذ أشهر، إلا أن جدلا أثير حولها، خاصة مع ترويج البعض لاستخدام الخدمة حينما يتقدم شخصا لطلب الزواج، وذلك لتقليل المشكلات الاجتماعية والمالية. إلا أن البعض الآخر خاصة من فئة الشباب استنكروا أن يطلب منهم والد العروس رقم الهوية لكشف حالتهم، معتبرين أن الأمر يهز الثقة التي من المفترض أن تكون في مثل هذه الحالات. ولتفاصيل أكثر عن الموضوع والجدل الدائر حول الخدمة ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض مدير محفظة التنفيذ بمكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل السعودية علي الرشود. أهلا فيك معنا أستاذ علي. يعني خلينا نبتدي من الكلام المتداول على تويتر أنه الآن بحسب هذه الخدمة يمكن استخدامها في موضوع الخطبة، فأنا أجي أقول للعريس أعطيني رقم هويتك وأروح أفتش على هويته أشوف عنده مخالفات مشاكل ما إلى ذلك. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين. الخدمة طبعا هي مطلقة من بدري زي ما قلتي من عدة أشهر ضمن توجهات رؤية 2030 بتطوير الخدمات العدلية، وكذلك من برنامج التحول الوطني 2020 في التحول الرقمي للخدمات. كان أول الخدمات اللي ممكن أنها تتم أتمتتها وتحويلها رقميا هي خدمة الاستعلام، حتى يستغني كل المواطنين والمقيمين عن القدوم للمحاكم بالتأكد من طلبات التنفيذ اللي عليهم أو طلبات التنفيذ التي هم يعني يتقدموا بها، وكذلك عن القضايا اللي لهم أو عليهم. وهذه الخدمة طبعا اللي دارت مؤخرا هي متعلقة بطلبات التنفيذ التي يكون طالب الشخص المستعلم عنه طرف فيها، سواء طالب تنفيذ أو منفذ ضده، محامي، موكل أو موكل. وخدمة طبعا موجودة من سابق زي ما قلت، حاليا حتى احنا جالسين نسعى في إتاحتها عن طريق تطبيق الجوال. القلق اللي يذكرون المغردين أو المستفهمين عن الموضوع مو موجود مو في محله، لأن الاستعلام ما يكون إلا بإذن الطرف. تواجد معلومات الوطنية اللي المفروض الشخص إنه ينتبه عليها اللي موجودة في بطاقة الأحوال، مثل رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى ذلك حتى لو كانت المعلومات هذه متواجدة يرسل رسالة تحقق مرة واحدة مشهورة ومعروفة الـ OTP One Time Password إلى جوال الشخص المسجل في أبشر. فلابد أن وجود الموافقة من الطرفين لها، على أن الخدمة إحنا لما أعلننا عنها كانت متاحة للأفراد حتى يستعلموا عن طلباتهم هم لأنفسهم أو طلبات اللي هم جزء فيها وليست للمتزوجين والحموات. والله حلوة هذه. بس أستاذ علي، يعني بس افتراضا أنه الوالد العروس أجبره قال له لازم أنا حأخذ منك رقم الهوية وإنت لما تجي لك الرسالة لازم توافق علشان أشوف، هذا شيء خارج سيطرتكم. إيه يعني إلا يمكن يتحجج يقول جوالي طابي. أوكي. طيب سريعا يعني إذا تشرح لنا بشكل مبسط الآن مين يقدر يستفيد من هذه الخدمة بعد هذه الشهور من إطلاقها، من المستفيد الأساسي؟ طبعا كل المواطنين والمقيمين المسجلين في مركز المعلومات الوطني وعندهم جوال مرتبط بأرقام هوياتهم أو رقم الإقامة الخاص بهم يقدر يستفيد من الخدمة هذه، وإحنا كثير نستعين فيها. إحنا حاليا نخفف الطلب على أقسام الاستعلام في محاكم التنفيذ هي لما أطلقت، ثم الآن وزارة العدل، ممكن أحدث للمستفيدين عن الخدمة، وزارة العدل توسعت في ذلك، فالآن بوابة ناجز متاحة ليس فقط لطلبات التنفيذ إنما لكافة خدمات وزارة العدل، يشمل فيها خدمات التوثيق يعني بمعنى الوكالات التي كان الموكل جزءا منها، وخدمات القضاء اللي تشمل القضايا اللي تقدم بها أو اللي هو مدعى عليه فيها، كما هي أصلا يعني من مدة أشهر من التنفيذ. فإحنا توسعنا في هالخدمة هذه أصلا. نعم. طيب والإقبال خلال الشهور الماضية كان ممتاز؟
الحمد لله خفت عندنا الاحتياج، يعني احنا عندنا عن طريق السي سي تي فيز الموجوده في المحاكم نراقب ان في انخفاض كبير في عدد الناس اللي تصل الى الاستعلام، والحمد لله احنا مستفيدين ان الناس صايره الخدمه توصل لهم في بيوتهم. جميل جدا، نحن بنشكرك على هذا التوضيح. كان معنا من الرياض مدير محفظه التنفيذ بمكتب تحقيق الرؤيه في وزاره العدل السعوديه علي الرشود، شكرا لك.